هي كيف ما يعلم الجميع، ما كاينش شي تكوين في مستوى في جودة بلا واحد البحث في مستوى عالي. فجامعة محمد الخامس منذ عقود والحمد لله، والمكانة ديالها على المستوى الوطني والمستوى الجهوي مكانة اللي جد متقدمة. وخير دليل على هذا أن مكانات الصدارة اللي عندها على المستوى الوطني، هذه مسألة ماشي بلا ما نذكروا فيها، مسألة مفروغ منها. عاد بحنا تنتوجهوا على المستوى الجهوي، الحمد لله أن الترتيب بين واحد وجوج وثلاثة ديال المراحل، وقلنا على المستوى القاري تما اللي تنصبوا دابا باش ان شاء الله من هنا للخمس سنوات المقبلة اننا نطلعوا في الترتيب ديالنا، لان لحد الساعة رحنا في المرتبة الثانية عشرة. فكاين واحد الجهود وكاين واحد استراتيجية لدعم البحث وباش نشتغلوا ماشي على الجانب الكم ولكن كذلك على الجانب الكيفي. والحمد لله القرارات اللي تياخذها المجلس ديال الجامعه من خلال كل المقترحات اللي تنتقدموا بها تتبين بان المجلس الحمد لله واعي باهميه الامر وحساسيه ديالو. وهذا الشيء اللي تيزيد ياكد عليه ان ما عشناه جميعا في ظروف هذه الآفة وهذه الجائحة اللي بينت بأن المغرب والمغاربة والجامعيين كانت يفتقدهم إلا الثقة فيهم، والحمد لله بما أن الثقة تعطاتهم فلمسنا غير في هاد الشهور اللي بعد الجائحة، لمسنا واحد الحيوية من نوع خاص، لمسنا واحد ماشي إعادة ثقة ولكني واحد الاطمئنان بان القيمه ديال الانتاجيه العلميه اللي تيشهدوا بها خارج الوطن وعلى الاقل الوطن ديالنا اولا واولى انه يشهد بها. ففي جميع الميادين، ميادين تكنولوجيه محضه، ميادين في علوم الصحه بصفه عام، حتى الميادين ديال العلوم الإنسانية، فالحمد لله أساتذة وباحثين من مستوى عالي ما كانتهم تيشهد بها الكل حتى خارج الوطن تيحصلوا على ميداليات على شواهد على مراتب الحمد لله جد متقدمة. فتبقى على مستوى بلدنا أننا نتمنوا هذا الشيء، أننا نحقوا ونوفروا الإمكانيات باش هاد البحوث يتم إنجازها على أرض الواقع ويستفد منها الوطن ديالنا العزيز تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الله ينصرو. فالبحث العلمي كان في واحد الوقت غير كلمة أو مصطلح، الآن ولينا تلمسوا بأن البحث العلمي عنده علاقة وطيدة بكرامة الوطن. منين تنكونوا في واحد المواقف اللي هي لا نحسد عليها، عشنا هاد الشيء شوقع في المستوى العالمي بالنسبة للتلقيحات، عشنا الأزمات اللي وقعوا بالنسبة للأكسجين، بالنسبة في المصحات وفي لي زوبيتو في المستشفيات، أن تنشوف بأن البحث العلمي صحي أو علاقة مع مجال الصحة وكذلك تكنولوجي، هو تيخدم البلاد، هو تيرفع من مستوى التقدم على المستوى العالمي. فالمغرب الحمد لله غادي في خطى ثابتة، الجامعيين والجامعة بخير، تيبقى حق القرار باش يتعطى أكثر استقلالية الأكاديميين والجامعيين باش قراراتهم يكونوا أكثر مرونة، الفضاء اللي تيشتغلوا عليه يكون أكثر فاعلية وتفاعل. هذا الشيء تنظن بيدينا، وتنظن هاد الظروف اللي مر بنا والنتائج اللي برهنوا عليها الجامعيين
غتسمح الحمد لله لنا اننا نحقوا لهم هذا الشيء اللي هو من حقهم، من حقهم ولبلادهم. دونك هذا واجب علينا جميع اننا نشتغلوا عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.